السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grade 4. Today we will explain Unit 4. Unit 4 is talking about the statistics and the probability. يبقى أنا في Unit 4 I have two lessons. First lesson is talking about statistics and the second lesson is talking about the probability. المقصود يا ولاد بالستاتستكس انا عندي داتا ببدا اعمل لها كل ايه بعمل لها كولكت والداتا بعد ما اعمل لها كولكتنج ابدا اعمل لها ريبريزنت للايه بدايجرام. نشوف ازاي بقدر اعمل كولكتنج للداتا. Data are collected using methods like notic experiment and a field study. نشوف مع بعض النهارده ازاي هقدر اعمل ريبريزنت للداتا دي بعد ما بدات اعمل لها كولكتد. يبقى انا عندي بعمل كولكتنج للداتا باكتر من طريقه. باي طريقه منهم بعد مرحله ان انا اعمل كولكتنج للداتا ابدا اعمل لها ايه ريبريزنتنج باي يوزنج سام اوف دايجرام. انتوا السنه دي مطلوب منكم تبقوا عارفين اللي هو الهيستوجرام. لو احنا شفنا مع بعض example 1 will the following table show the number of computer sold by a company from 2004 2008. نشوف مع بعض التيبل. يبقى انا دلوقتي بيديني التيبل هو خلاص عمل الكوليكتنج للداتا بيبدا يديهاني في الاكزامبل ويطلب مني بعديها ان انا اعمل ريبريزنت للداتا باي الهيستوجرام. الهيستوجرام المقصود بيه اللي هو كنا بنعمله زمان في جريد 3 بيبدا يديني الشكل الكراسه لو فاكرينها بالشكل ده وانا ابدا اعمل ريبريزنت لكل داتا هنا عندي. تمام ببدا اعمل لها ريبريزنت باي 1 كولوم. طيب نشوف مع بعض هنا انا دلوقتي ببدا احط ايه اليرز هنا عندي في اللي هم طبعا انا طبعا يا اولاد احنا عملنا تو اكسس لاين واحد هوريزونتال والتاني فيرتيكال. تمام الهوريزونتال عندي بيتمثل ايه الداتا اللي انا هبدا اعرض البيانات اللي جواها. تمام طيب انا عندي هنا 2004 عندي النمبر اوف كمبيوتر ار سولد ان ذيس يير از 20. يبقى انا باجي كده حبايبي وايه واشوف هقدر ارسم اللاين ازاي. باجي عندي ال 20 هنا وادي 2004 وادي هنا 20 وابدا ارسم ايه ارسم كولوم بالشكل ده. تمام طيب نشوف 2005 بتبرزنت فين في 25. ادي هنا ال 25 عند مين عند ال 2005. 2006 كانت كام كانت 35. يبقى هنا عندي ادي 35 بالشكل ده يبقى هيبقى هتبقى ريبريزنت هنا. ممكن يا ولاد اعملها بكولوم وممكن اعملها بلاين حسب ما كل واحد حابب يعملها ازاي. طيب 2007 تبريزنت كام كمبيوتر نمبر اوف كمبيوتر اي 30 ادي الكولوم بتاعتها. عندي بعد كده 2008 ريبريزنت كام 15 يبقى ادي ال 15. تمام انا من شكل الدياجرام هنا عرفت ان اكتر سنه عندي الراجل ده او الشركه دي عامل سولد النمبر اوف كمبيوتر هي مين سنه كام شاطرين 2008. يبقى فايده الدياجرام اللي قصادي هنا ببدا احدد ايه اكتر سنه انا بعت فيها وايه اقل سنه انا بعت فيها كمبيوتر. يبقى هو ده فايده الاستاتستكس عندنا. طيب ممكن يجيب لي اكزامبل بالشكل ده. تمام ممكن يجيب لي شكل تاني ازاي يبدا يديني هو الهيستوجرام ويبدا يسالني بعد كده زي في اكزامبل 2 هنا قال لي يوزنج ذا فولوينج histogram to complete the table then complete the questions. يبدا يسالني فيه. طيب انا هنا عندي بالنسبه للتيبل هنا جايبني بان انا شايفاه sum of city جنبي temperatures degree بتاعتي في كل city كام
تمام. وانا هبدا اشوف، انا عندي بالنسبه هنا كايرو كانت كام؟ كانت 30. في اليكس كانت ما بين ال 20 وال 25 وكانت قريبه جدا من 25، يبقى ممكن تكون، يبقى هي عندي هتبقى 24. طنطا كانت 20. المينيا جميل كانت 35، واسوان كانت 40. طيب يبقى لما يجي يسالني the highest temperature was in، كانت فين مش كام، خلي بالكم was in يعني كانت فين، تمام. يبقى هي كانت في اسوان. the lowest temperature you was in نقط، يبقى فين كانت في طنطا. عايز مني the difference between the highest and the lowest temperatures was، يبقى أنا بجيب the difference between the degree in Aswan minus طنطا، يبقى 40 minus 20 هتديني 20. درس يبقى خلي بالكو ده الدرس بتاعنا سهل جدا وفيش أي حاجة. لو في حد إن شاء الله بإذن الله ولاد عايز يسأل في أي حاجة